تخافيش هجيب لك حق. هروح لحسني الضبط، لازم اشوف فيه حل معايا. حسني الضبط ده راجل شراني. ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ انا متاكد ان جرالها حاجه. ما تقلقش يا صاحبي، العيب على كل الناس تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. على جثتي. البنت اللي انت خبطتها بالعربيه دي ماتت ولا لسه عايشه؟ بنت ماتت. لو وزير الداخليه جه بنفسه مش عارف يطلعها. طول ما معاك نشأة فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر. قلب الكلمتين دول في دماغك ابو خليل قبل ما تتعرض على النيابه بكره. ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. رجعني مطرح ما كنت، انا مش هغير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابو 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس، ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت بتخال بقى اللي ادبه عيلت تتربى. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. الواد مات يا زنات. وبعدين يا زناتي هنعمل ايه؟ ايه ده كده يا رفاعي؟ ما حصلش حاجه. عمره كده يا اخي؟ عمره دي جنايه يا زناتي. واحنا مالنا؟ هو انا اللي قتلته؟ نعم يا اخويا. بقول لك يا حمار فهمني كويس، هو كان حد شافنا مع الواد من اصله؟ احنا في السليم. في السليم ازاي بس؟ حتى لو ما حدش شافنا لما جتته تبان هيدوروا على اللي قتله، ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها يبقى الظابط هو اللي قتله. الظابط؟ ايوه الظابط سليم بيه الانصاري. اسمعني كويس وفهمني يا حمار، اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت فاهم؟ ما تتنحش كده، انت فاهم؟ الواد مش في البيت يا باشا، وامه ما تعرفش هو فين. استغفر الله العظيم يا رب. اكيد طبعا، اكيد عارف ان انت عمرك ما تجيلي بخبر حلو. اكيد، بس انا اكدت عليها سعادتك اول ما تشوفه تبلغه ويجي لسعادتك. امشي امشي رفاعي، ما تخليش عسكري يصحيني غير لو في مصيبه. امشي يا باشا، بدل البهدله روح سعادتك رايح في البيت. امشي رفاعي، امشي وسيبني. يلا. حاضر يا باشا. يعني انت متاكد يا حضره الامين؟ انت مش سامعني بودانك يا جحش؟ انت مش مصدقني؟ خش اساله. اساله ازاي بس؟ انت عايزه طين عيشتي؟ عليا النعمه انت عيل كبانش، حد يلاقي راحه وما يرتاحش. انا بس خايف يغير رايه. يغير رايه ازاي وهو نايم يا قطرة بنش؟ يعني انت متاكد ان قال لك خليه يروح الاستراحه؟ بقول لك ايه، ما تخنقنيش، انا بلغتك وخلاص، مش عايز بلاش. لا 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 كتر خير حضرتك، خلاص انا هروح اريح في الاستراحه واجي قبل ما يصحى، مش كده؟ هو كده عليك نور. تمام، خلصانة بإدارة. ما تقومي تنامي يا سلمى. مش عارفة انام يا ماما، انت عارفة ان صوت المطر بيوترني، بعدين قلبي واكلني قوي على سليم. ليه بنتي ماله؟ ملوش يا حبيبتي، هو حتى لسه مكلمني ومطمني عليه، ما تقلقيش. بس انا يعني اللي حاسة اني قلقانة. قومي صلي لك ركعتين قبل الفجر وادعي له ربنا يصلح حالك يا ابني يا حبيبي. يا رب يا ماما. اللي هو سليم بيعوز ليه المفتاح حضره الامين؟ وانا مش عرفني انت كمان، انا هحقق معاه. هيخلص هتجيبه اوديهوله ولا توديهوله انت؟ هو سعادتك رايح له؟ ايوه يا سيدي، هو يبطل طلبات. لا خلاص خدوا سعادتك، انا مش ناقص يمسك علي غلطه لا كده ولا كده، حضرتك عارف هو ما بيرحمش. ها مش عارف هفضل اشيل عنكم لحد امتى. بقول لك ايه، روح هات الدواء اللي طالبه، مش ناقصين مشاكل. على رايك، بس اللي هو الدواء اسمه حضرة لمين؟ هات له اي حاجه للبرد بس تكون كويسه، بسأل الصيدلي. حاضر، مع ان الدواء بره زي الزفت. ما تقلقش بس انجز.
تايسون قوم. زلادي انت ايه اللي جايبك؟ انت مش المفروض راعه؟ عايزك في مصلحه. مصلحتي ايه اللي انت عايزني فيها وانا مجنون يا عم؟ هتطلع. ازاي؟ ده موضوع انا بقى وانا هخلصه. مالكش فيه. المهم انت مش عايز حقك من الظابط؟ هموت يا زلاتي. وانا لقيت لك صرفة وهجيب لك حقك من الظابط. وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي. امين يابا؟ لا لازم اشوفك حالا، مش هينفع. طيب ماشي. لا لما اجي احكي لك، مش هينفع دلوقتي. طب يلا مسافه السكه وكون عندك. انت ايه؟ مفيش في قلب امك رحمه؟ لا يا روح امك، خلي الرحمه تنفعك لما تشرف فطوره وتلبس الاساور. انا رايح للحاج لطفي. سيبني مع بيتة الواد لوحدي؟ اسيبك ازاي؟ انت اللي هتخرجني من مكان ما جيت، وتقفل الباب ورايا كمان. يلا يلا. ابوك اسود مات. مات ازاي؟ جرايه حاجه قضاء الله ونفذ. وفي حد بيموت ناقص عمر؟ يا بني ادم انت، انا جايبك تشيلني من مصيبه تقوم تحطني في مصيبه اكبر. لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ايه ده كده يا حاج؟ ما تقولش كلام تندم عليه بعدين. ايه يا واد قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تفوق لنفسك. حاضر يا سياده النايب، انتوا سيادنا وعلى راسنا. ايوه كده تعادل. انا كل اللي قصدي عليه ان ما ينفعش ان انا ورط نفسي في مصيبه زي دي عشان خاطر الحاج وابنه وفي الاخر يبيعني، ولا ايه؟ انا كنت قلت لك اقتله يا جحش انت. وانا كان قصدي يا حاج، انا حاولت معاه بالحسنى ما نفعش، قرصت عليه شويه ما استحملش. قضاء الله ونافذ، نصيبه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه العمل دلوقتي يا حاج؟ ماليش دعوه. انا قلت لكم ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. هو اللي موت ويبقى هو اللي يتصرف. ما تهدى كده يا حاج، مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك؟ مصلحتي ازاي يعني؟ دي جنايه يا بني ادم. اقول لك انا ازاي؟ دلوقتي بيت الله يرحمها والواد كمان شرحه. مين يعرف الموضوع غير الظابط؟ مفيش. والظابط كل اللي عنده كلام. مفيش حاجه تثبت على تامر بيت تهمه غير الفيديو اللي على تليفون الواد، والتليفون معايا، وانا خفيته بمعرفتي. لحسن لا قدر الله يقع في ايد حد كده ولا كده، ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في قرشين يا حاج، انا ما يرضينيش. انت بتهددني يا ابن الكلب انت؟ اهدى اهدى يا حاج. زناتي برضه عنده حق. فهمه يا متر والنبي قول له. اطلع برا. اطلع برا يا بنت. لعمة وعزة جلال الله هضربك بالنار. اهدى يا حاج اهدى، ما يصحش كده. وطي صوتك، ممكن تقعد؟ اقعد. وبعدين زناتي مهما كان ده ابننا، وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضه. وبعدين ده واحد من رجالتنا، واحنا رجالتنا مش ممكن نتخلى عنهم ابدا. قول لي يا زناتي، تاخد كام وتجيب التليفون بتاع الواد اللي معاك؟ ده لا مؤاخذة حمد بيه، التليفون هيفضل معايا. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما احنا في مركب واحدة. يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحد اروح في 60 داهية، وقبليكوا كمان. ولما انت عارف كده، عايز تخفيه معاك ليه؟ معلش يا متر، الشيطان شاطر. انا كده بالنسبة لي امان اكتر. وماله يا زناتي؟ الحكاية ببيتها. بس بقى ادام نوينا نلبسها للظابط، يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اوراقنا. لان برضه ما تنساش ان ده ظابط، والداخلية مش هتتخلى عن راجلها. ما تقلقش يا مترو، وحط في بطنك بطيخة صيفي. أنا مرتب نفسي كويس، والتهمة لابسة لابسة، ومحدش هيقدر يحميه. ماشي،
فهمني بقى انت عملت ايه بالظبط. اقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب احنا الغلابة مناش غيرك. الغلابة منهمش غيرك يا ست علي. يا رب انا ست عاجزة الراجل اللي انا مسدودة عليه انا والبنات. لأن حبيبك النبي يا رب تفك كربه. اقف جنبه. يا رب خليك في دارنا يا رب. انا مناش غيرك. النبي لاجل حبيبك النبي ما تسيبنا اجرنا يا رب يا رب. يا رب كده كله تمام. مش فاضل غير حاجتين اتنين. ايه هما يا متر؟ الضابط جه هنا والعسكري اللي كان سايق البوكس هيشهد بكده. يبقى احنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله. طب ودي هتتحل ازاي يعني؟ الحل عندي. ايه هو ما تقول بقى يا ناشط؟ حرام عليك. النهار طلع علينا. ركزوا معايا. واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل. ما عندناش وقت نضيعه. اتفضل. لا يا حماد لا لسه صاحي. الجماعه لسه نازلين. خير. بدال اكون عايز تسالني اتفقنا على ايه؟ ايه؟ هو انا مالي انا ومال الموضوع ده؟ حاجه جوه دايرتك ما تتصرف انت يا اخي. ايوه انا علاقتي بالنايم العاب كويسه بس يعني ظابط عزب عيل في اسم مش في دايرتي. هكلمه انا ليه في الموضوع ده؟ يوه يا حماد بقى على زنك. اسمه ايه الظابط؟ ايه؟ سليم الانصاري؟ مش ده اللي كان في الصف؟ لا لا ما اعرفوش شخصيا يعني بس سمعت عنه. ماشي ماشي سيب لنا الموضوع ده انا هتصرف. حاضر هكلمه وارجع اكلمك. استنى مني تليفون. صباح الخير معالي النايب. اسف لو كنت بكلم حضرتك بدري. الحقيقة في مشكلة كبيرة شوية قلت أكلم حضرتك نحاول نلمها قبل ما تكبر وما نعرفش نتصرف. صباح الخير يا باشا. يا ابني ما بالراحة حد يصاح حد كده. ما أنت اللي قلت لي يا باشا. روح اعمل لي شاي. حاضر يا باشا. كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس من الاول. ما دام متاخر كده يبقى خدوه تاني. هو الظابط ده مش هيشيله من دماغه. يا ست سناء انا عايزك كده تهدي وتتاكدي ان ابنك هو ابننا. انا الحاج لطفي موصيني ان انا اخد بالي من الموضوع ده جدا. ما هو العشان برضك يا حاج. وعلى فكره حماد بيه بلغ اكبر ناس في وزاره العدل واحنا هنتولى البلاغ بالنيابه عنك. لا انا مش عايزه ابلغ ولا اي حاجه. انا عايزه الواد يرجع لي والظابط ده يشيله من دماغه خالص وينساه. لا لا يا ست سناء ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل. انا عايزك تطمني كده خالص وتسيبينا احنا هنتصرف في الباقي. قلتي ايه اللي تشوفوه؟ ما الحاج لطفي زي ابوه برضه اكيد هيعمل الصالح.
اللي تشوفوه. أنا شريف رمضان وكيل النقب العام. فين سليم يا ابني؟ اتفضل يا فندم. ارفع. يعني وكيل النقب معاه دلوقتي؟ طب تمام، مية مية. بقول لك ايه؟ تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وبلغني اول باول. يا جدع انت خايف كده ليه كده؟ ما قلت لك كل حاجه معمول حسابها. بكره لما الليله تخلص وتلاقي القرشينات في ايدك هتدعي لعمك زنات يا بقف. سلام يا مقطف. سلام. يا باشا انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا. الدنيا مقلوبة. النقب العام بيتابع بنفسه الموضوع. هي ايه الحكاية بالظبط؟ يا باشا حكاية ايه؟ الواد ده جه يقدم بلاغ عشان الحادثة، طلعت اشوف ايه الموضوع ما لقيتوش، بعت له حد على البيت برضه ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ هو كان في فعلا مشكلة بينك وبين الواد ده؟ مشكلة؟ يا باشا مشكلة ايه؟ الواد ده اشتبه نفيف كابين وخرج تاني يوم، مفيش حاجة. ماشي. معلش يا سليم بيه. أنا عايزك تقدر موقفي كويس. أنا عندي تعليمات إن أنا أفتش الاسم وراجع الدفاتر بنفسي. ماشي يا باشا. الاسم كله تحت أمرك، اتفضل. الواد مش موجود في الدفاتر أصلا. ما أنا قلت لسعادتك يا باشا الواد كان جاي يبلغ. أيوه يا سليم بيه، طب فين المحضر؟ طب فين البلاغ؟ الواد ملوش اي اثر في الدفاتر. كلمتين سمعتهم منه، رحت اجيب الواد اللي عمل الحادثه رجعت ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ ايوه بس الناس شافته وهو داخل، محدش شافه وهو خارج. ومحدش قال لك الدنيا كانت عامله ازاي امبارح؟ محدش شاف حد خارج ولا داخل. دنيا مقلوبه ايه يا سليم بيه؟ انا مش فاهم صراحه، مفيش ولا عسكري في مكانه. صباح الخير يا شريف بيه. انا سياده المأمور. ايه الحكايه يا سليم؟ الوزاره مقلوبه والتليفونات ورا بعض من الصبح. مفيش حكايه يا باشا. مفيش حكايه ازاي؟ والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايته؟ انا ما حجزتش حد وما شفتش حد يا باشا. احنا هنشوف الموضوع ده. انا كده كده هفتش الاسم. وانا قلت لك يا باشا الاسم كله تحت امرك، هاجي معاك بنفسي. بعد اذنك يا باشا معانا. اتفضل يا بيه. هيحصل. اتفضل يا باشا. مفيش غير الواد ده في الحجز واتراح النهارده على النيابه. تعالى يا ابني كلم الباشا. اخلص. ايه يا باشا؟ انت احمد تايسون؟ ايوه يا باشا انا حماده تايسون. كان في حد هنا غيرك؟ يا باشا كان في، كان في عيل عندنا من الحته وجابوه شويه ومشي. مين ده اللي جابوه لك؟ الكلب مش هينفع اسلم. بص يا باشا هو على طول كده والله. سيبني ده خليك. الواد كداب يا باشا. بعد اذنك سيبه يكمل. كمل كمل يا باشا. انا هتكلم بس وعدني سليم بيه ما يعمليش حاجه. ما حدش هي جنبك. كمل يا باشا. سليم بيجي بالليل وجاب الواد ده معاه. وكان يا عيني مهدوم العافيه يا باشا والله. ونزل فيه ضرب من الكاش واللكاكيم يا باشا في كل حته. مين ده اللي نزل فيه ضرب يا رب؟ تتكلم مش هينفع كده يا سليم بيه. حضره المامور خد سليم بره بعد اذنك. تعالى معايا عايز دقيقتين. تعالى تعالى معايا. عايز اعرف كل حاجه بالظبط. محدش هيكلمك قول. يا باشا الكلام ده ما حصلش. الواد اكيد متفق معاهم. متفق معاهم وهو جوه الحجز. يا ابني لو مخبي عليا حاجه قول لي، عايز الحق اتصرف. اخبي ايه بس يا باشا؟ انا عايز افتش الاسم شبر شبر ودلوقتي حالا. اتفضل. تعالى يا باشا اتفضل، الاسم قدامك فتشه حته حته. اتفضل يا بيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيوة، يعني هو فين دلوقتي؟ نزل. أوكي أوكي، أنا مسبت الطريق وهكون عند حضرتك. شكرا، متشكرة. في إيه يا بنتي؟ مين ده اللي كان بيكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما. المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحي له ليه؟ سليم، سليم شكله واقع في مصيبة كبيرة قوي يا ماما. كده بقى الأمور كلها وضحت. محدش يعرف تقرير الطب الشرعي ممكن يقول إيه تاني. أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله، ويا ريت محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع أسوأ. نصيحة مني، أي لعب في الأدلة هيضركم أكتر. أنا هطلع النيابة يا سيادة المأمور. يا ريت بقى تجيب لي الباشا بنفسك، لإلا والله العظيم أبعت أجيبه من الكلبش. مش قلت لك هتربقها فوق دماغ ابوه ومحدش هيعرف يحميه؟ انا نايب الدايره دي، اعرف ازاي احركها بصباعي كويس. قد الاولى حماد بيه، ولسه بقى لما النت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر. صعبان على ام الواد ده، انا غني برضه حماد. انا شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي زي ممكن تيجي لابني. فما بالك بالست دي بقى اللي راح منها ابنها الوحيد، مش هتشوفه تاني. ما تقلقش يا حاج، احنا ماشيين في السليم، وما بقاش نشأة فهمي اما جبت له 15 سنة على الاقل. على فكرة بقى حماد بيه، الراجل بتاعك طلع وحش. تميم بيه ده غول، راجل واصل وحبايبه كتير قوي. ده غير بقى يا سيدي ان هو في كل خرابه له عفريت، وعنده بسم الله ما شاء الله فلوس بالكوم متلتله. يظهر انك غالي عليه عشان كده بيخدم بقلب قوي. اهو كله سلف ودين. ويا ستة ما تعرفش الحاج لطفي ده غلاوته عندي قد ايه، وتامر ده زي ابني بالظبط. اذا ما كنتش اجري لهم واتعب لهم هتعب لمين يعني؟ ربنا يديم المعروف. الحمد لله. مالك ساكت ليه يا حاج؟ مش قلت لك ما تقلقش؟ بتطمن ازاي يا نشأت؟ بتطمن ازاي وانا غرز في الوحله لغايه رقبتي؟ حاسس اني لسه هغرز. ما تقلقش يا حاج، ان شاء الله كل حاجه هتعدي على خير. شكلها مش هتعدي يا حماد دي. الواد تامر قطم ظهري واللي كان كان. حتى لو خلصت حكاية القضية دي هفضل طول عمري تحت رحمة زنتي الكلب ده والفيديو اللي معاه. زنتي ده أصله ود كلب فلوس، واللي تعرف ديته ويقتله.
يا شريف، انا قلت لك قبل كده كل الكلام ده كده. كل دول بيكذبوا ليه يعني؟ في مؤامره قانونيه عليك يا حضر الظابط ولا ايه؟ والله ما اعرفش. هو ايه اللي ما تعرفش؟ تعرفش العسكري اللي قابل زياد على باب القسم وقال له انا خايف يقابلك، والامير رفاعي اللي انكر انك بعته بيت زياد زي ما قلت. والله انا كل حاجه قلتها لك، ما عنديش حاجه تانية اقولها. طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال انك كنت بتعامل الواد ده بمنتهى القسوه والعنف، فكرت بالمره اللي اخدت فيها قبل كده وطلبت منه ان هو يرتاح بدون اي سبب، وده طبعا عشان يسهل لك الحكايه تدخل وتخرج من غير ما حد يشوفك. طب وتايسون اللي قال نفس الكلام وقال برضه ان انا خدت الواد ده بدون وجه حق، كل ده مش مكفي يا شريف؟ بيه تايسون ده عيل مجرم، ما ينفعش تاخد بشهادته. احنا بس نقول مين اتاخد بشهادته ومين لا سليم بيه، وبعدين شهادته متفقه مع بقيه الشهود، ده غير العصايه اللي احنا لقيناها جنب جثه الواد، وانت ما انكرتش ان دي مش بتاعتك. يا باشا انا عامل معاك كده ليه؟ هو مش كان في شهود ان انت خدت الواد ده قبل كده وكان في مشكله معاه؟ يا باشا الواد ده لو انا مستقصده مش هستناه يجي لي الاسم. الواد كان جاي يبلغ عن ابن لطفي عشان عمل حادثه. كل ده كلام مرسل يا سليم بيه. البنت الله يرحمها ما لقتش اي حاجه عن الحادثه. سعادتك تقدر تسال بتوع الاسعاف. احنا بعتنا نجيبهم، بس انا هفرض معاك ان هو كان جاي يبلغ. ده ايه علاقته بالموضوع؟ يا باشا الواد كان جاي يبلغ، انا ما كانش عندي نيه ان انا اذيه. انا بقى اللي بسالك السؤال ده، انت ليه عملت في الواد ده كده؟ تاني يا باشا. ادخل. مؤاخذة يا باشا، في ناس بره عايزين يقابلوا سعادتك وبيقولوا ان عندهم كلام مهم جدا في القضية. مين دول؟ حماد بالموجي عضو مجلس النواب ومعاه ناس تانية سعادتك. طب خليهم يدخلوا. مساء الخير يا شريف بيه. اتفضلوا. اتفضلوا يا باشا، وانت هتضيفهم؟ حاضر الظابط. بعدينك اتفضل بره وبعد كده ابعت لك عشان نكمل التحقيق. اتفضل. ماشي. ان شاء الله بسيطة يا سليم، ولو كنت مخبي عليا حاجة يا ريت تقول لي عليها، انا برضو كده كده زي اخوك. انا قلت لسعادتك كل حاجة، ما عنديش حاجة تانية اقولها. ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف سعادتك، انا فوجئت بيه بيقول لي ان ندى الله يرحمها خبطتها عربية وان في شاهد. قلت له يا باشا انا تامر ابني في العين السخنة، يعني احنا ناس في السليم؟ راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف انا ممكن اعمل فيه ايه كويس، انا لو قرصت على زياد ده شويه هخليه يقول انه شاف تامر ابنك وهو سايق العربيه. فعلا يا فندم، ده كمان حتى اول مره كنت اقابله فيها يوم ما رحنا القسم عشان نتوسط لزياد الله يرحمه، والحقيقه كان بيبجح وبيتكلم بطريقه كده غريبه جدا، انا ما شفتش كده قبل كده، لدرجه ان هو اخر مره راح للحاج في المعرض وكان كل شويه يتنطط له، طلب منه عربيه عزيره وقال له ان لو ما خدتش العربيه هيلبس تامر قضيه. حتى يا فندم بعد ما عرف ان انا محامي حاولت افهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءله. قال لي بقول لك ايه، البلد بلدنا ومحدش يقدر يجي ناحيتنا. حاولت اشرح له انه حتى لو اكبر المرحوم زياد على ان هو يشهد شهاده زور في الاسم ممكن لما يروح النيابه يغير اقواله. قال لي انا مفهمه كل حاجه وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده ايه اللي هيحصل له. وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مره ارصت ودن بس عشان يتعلم، لكن لو ما اتعلمش هعلمه. بالظبط يا باشا. وبعدين يا متر كمل. بعد كده الحاج اتنرفز وقام طرده، واحنا خدنا بعضنا ومشينا لان الوقت كان اتاخر بجد يعني، وما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجه ان هو يقتله. طب وانتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتاخر ده ليه؟ يا فندم بقول لسعادتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليله، وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرم وبيته مفتوح للجميع. يا فندم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاولة ابتزاز الحاج لطفي أبو المجد وطلب منه رشوة وتهديده بتلفيق تهمة قتل المرحومة ندى لابنه تامر في حال إذا ما دفعش الرشوة. وبعدين يا حبيبي هتعمل إيه؟ مش عارف. مش المأمور ده كان رئيسك؟ مفروض إنه يقف جنبك. ما تيجي شايفة بنفسك بتعامل معايا كويس إزاي؟ بس ساعة الطوفان مفيش حد بيشيل حد، كله بيقول يلا نفسي. يعني ايه يعني يا سليم؟
هيسيبك تتظلم ويقف يتفرج؟ ده لو كان هو اصلا مصدقني. كل ما بصله تحس ان هو عايز يقول لي انت كذاب. قطع لسانه وقطع لسان اللي يجيب سيرتك باي حاجه وحشه. اتفضلي. ايدي يا حبيبي. دي هديه كنت اجيبها لك عشان ادالك لما اروح النهارده. انا عارف اني زعلتك المره اللي فاتت واتكلمت معاكي بطريقه مش كويسه. حقك عليها ما تزعليش مني. ازعل منك؟ حد يزعل من روحه؟ ده انت راجلي وسندي في الدنيا. شريف بيه عايز سعادتك في مكتبه. هنستناك يا سليم نروح سوا. روح انتوا. الموضوع ممكن يطول شوية. تفتكر انا نشأت وكيل النيابة هياخد بكلامنا؟ عيب بقى يا حاج لطفي. ده انا نشأت فهمي مش أي حد. أنا مش فاهم أنت قلقان من إيه بس يا لطفي؟ قلقان الوقت تيجي رجله في القضية بعد كل اللي عملناه ده يا حماد. يا راجل ما تبقاش موسوس قوي كده. متقلقش، إحنا ورقنا متستف وكل حاجة 100 100. الشهادة لله بقى، الواد زناتي دوت لبسه بقضية تلبيسة ما فيهاش خرم إبرة. تفتكروا؟ لا، مالي يا حاج؟ ما قلت لك ما تخافش على تامر، محدش هيقدر يهاوب ناحيته. يا رب يا رشاد، يا رب. كدب، كل ده كدب. ما تهدى شويه يا حضر الظابط، وانا كل ما واجهك مواجهه شاهد هتقول لي كدب كدب؟ عشان كلهم كدابين. التلاته كدابين؟ عايزين يلفقوا لك قضيه قتل ورشوه؟ طب ليه؟ عشان يطلعوا ابن لطفي بالمجد. طب ونشأة وحماد ايه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوهم. اسليم قول لي كلام يدخل العقل. ده واحد محامي والتاني عضو برلمان، الاتنين من السياحة احنا مش جايبينهم من على القهوة. أنا مش فاهم أنت ليه مصدقهم قوي كده؟ ولا عشان في واحد في البرلمان؟ أعديها لك يا سليم عشان الموقف اللي أنت فيه. بس أنا عايز أعرف الواد مات منك إزاي؟ أنا عارف إن ما كانش قصدك تقتله. برضه مفيش فايدة. بعد كل اللي قلته لك ده بتقول لي برضه قتلته إزاي؟ براحتك بقى. أنا عايز أساعدك والله، أنا معاك مش ضدك. عموماً أنا رجعت للمحامي العام وسيادة النائب العام واستأذنتهم قبل ما أخد قراري. ولعلمك ومع اتصال بمدير الأمن وزير الداخلية وحاطينهم في الصورة. اكتب يا ابني. يحبس المتهم سليم عبد الحميد الأنصاري 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني.